احرج الالاف من المتظاهرين المغاربة اليوم الاحد في مسيرة شعبية بمدينة طنجة مطالبين بوقف الحرب الاسرائيلية المتواصلة منذ 7 اكتوبر المنصرم على غزة. المسيرة التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين انطلقت من وسط المدينة وصولا إلى ساحة الأمم بعاصمة البوغاز، وعرفت مشاركة شعبية واسعة من كل الأطياف والأعمار، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وبالدعم الغربي الذي تحظى به تل أبيب في حربها على الشعب الفلسطيني، كما طلبوا بوقف اتفاق التطبيع الذي يجمع المغرب بإسرائيل. وتوقف المحتجون أمام مبنى القنصلية الفرنسية لدقائق رافعين شعارات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مناصرته للجرائم الإسرائيلية.